السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بأغلى متتبعات قناة سحر الطبيعة. اليوم إن شاء الله هنشارك معكم واحد العصير اللي كيصلح لسيدنا رمضان وحتى للصيف كذلك. عصير اللي كيجي منعش واقتصادي بمكونين فقط وبلا مرورة، كيوجد في الحين وكيجي بنين بزاف بزاف بالنكهة اللي رائعة ومذاق زوين. كيستحق التجربة ديالكم، وكيف ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش البنات باللايك وتشاركوه مع احبابكم والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ما نطولش عليكم، ندوزو ان شاء الله نشوفو المقادير وطريقة التحضير. هنا غنعطيكم البنات مكونات اللي ساهلين بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم هذا المركز اللي سبق لي وحضرته معكم ديال سيترونات كنخلط معاه جميع انواع الفواكه. هذه الميزه اللي زوينه فيه، اي حاجه عندكم تفاح بنان فريز خوخ اللي عندكم البنات كيجي معاه رائع. حتى لما عندكم حتى شي حاجه غير هو والماء وورقات ديال النعناع كيجي بحال ليموناده غزال ما شاء الله ما تشبعوش منه. ودابا مقبلين على فصل الصيف كنحتاجوا بكثره العصائر وكلشي كيبغيو. عندي هنايا ثلاثه ديال التفاحات اللي غادي نقيهم ان شاء الله ونقطعهم مربعات. عرفتي علاش شاركت معكم بعجاله هذا العصير البنات؟ لانه تفكرت كنت غنطحن وانا نتفكر بان واحد الاخت قالت لي عافاك ورينا هذاك السيترونه ديالك فاش كتوظفي، يعني شنو نوع العصائر اللي كديري به. هانا يعني تفكرتها وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. صافي البنات انا ساليت قطعته هنا غناخذ الخلاط وعندي الماء ضروري كل ما بارده البنات والسكر على حسب الذوق. انا حيت ضغطت هذا التفاح لقيته شويه يعني باسل ما فيهش الحلاوه بزاف غادي نضيف شويه السكر. الا كنتو ما كتفضلوش السكر وعندكم تفاح حلو ولا اي نوع الفاكهه ضفتو على هذا السيترونات وكانت حلوه، مهم دائما كنقول لكم السكر كيبقى على حسب الذوق. انا غادي ندير هنايا، وعلى فكره كنت قلت لكم النهار اللي صوبت السيترونات انه راه ما كيجمدش البنات في المجمد باش ما يسحبش لكم راه خسر لكم، وما هو راه ما كيجمدش. هانتوما سبحان الله واخا تجبدوه واخا يقعد حتى شهرين ثلاث شهور في المجمد النهار اللي كتجبدوه كيطلع هكا بسهوله كيتهز. غادي ندير هو القياس ديالو كاس ديال العنبه من هذا في طرو ديال الماء. انا كنهز غير عيني ميزاني ما كنحتاجش انني ندير كل كاس نبقى نديرو في بلاستيكه، كتجمعوا في طاسه وحده وكنديروا بحال هكا. كنهز غير بعينيا كنشوف القياس ديال كاس ديال العنبه. غادي نضيف معاه تفاح وكيف ما قلت لكم ممكن تعوضوه باي فاكهه عندكم. باقي ان شاء الله غادي نشارك معكم انواع ديال العصائر بزاف ان شاء الله خصوصا في الشهر الفاضل وفي هاد الايام اللي كتكون سخونه. غادي ندير السكر اللي كنقول لكم دائما على حسب الذوق، وغادي ندير قياس ديال يطرو ديال الماء ولا حتى نذوق ونشوف الماء كذلك يبقى على حسب الختوريه اللي بغيتو، واش كتبغيوه يعني ثقيل عاقل ولا كتبغيوه خفيف. بسم الله. وهنا البنات من بعد ما طحنتو مزيان الا كنتو كتفضلوا ما بغيتوش هذاك التفل ديال التفاح تحسوه به هكاك في العصير صفيوه، انا شخصيا خليته بالتفل ديالو. هنا شوفوا تبارك الله يعني عطى الخير والبركه واللون ديالو زوين، وشوفوا في الكبه كيبان لكم انه خاتر. يعني نوعوا هكذا، دائما كنعطيكم انواع كثيره من العصائر ورافقتو هكذا مكعبات ديال الثلج. ها هو البنات ديروا ليهم مكعبات ديال الثلج، يعني عصير اللي سريع في 5 ديال الدقائق. دائما المركز عندكم في المجمد غتجبدوه تخلطوه كيف ما قلت لكم تنقيو غير التفاح وطحنوه وديروا الماء وهالعصير عندكم. كيف ما ممكن ديروا فريز بنان كيف ما سبق ليا وقلت لكم. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم يعجبكم، يعني عصير خفيف ظريف في 5 ديال الدقائق كيوجد. كنتمنى الى عجبكم البنات ما تنساوش خطكم اللايك وبالبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي ومع العائله والاحباب، ولكم جزيل الشكر. لهنا الفيديو ديالنا يكون سلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى ومع الف سلامه.